توك مارك مارك لاغا لا حد يا حد مارك حسن قرقورتي قاعن كي ويناي قاعن كي توك غاي وحو كان هنا ودك حق حقته او ما جاه قبطه او وحو اسو قاده دد كلو وساري مقت قف ماركو توك وحو ديدان توك كلا او كغرب شقه بل دباتد امد او غيسانا نينكان اي توغنمده الى فيري ماشا او توبان وحي ايديسانه محمد ادم جمعالو كوف او مقناه كويدا دمان فل دمبيديده كوسن قدبدا 241 اصلا احنا رغنا مر بدن اسو مسجد كو جرو او مسوق كعبانايو مر داي حتى سراكيشو ما اوغمي عسكرته وحد شعب توغنمده ما اسكا ديا لكن امد مر قيلنايسه مظاهرات ايسو اسبيتال الدمي او لامي لو فخصدو اسكول ايو عيل بيود لدولشو قف والبا حسن شيخ اي عيلان كامر قاطو او متقاني ارنتاس دوشا لو سارا حسن واحد مدة انو لا هادلو هايو 20 مليون او قف والبا له انو كلغيس كاغلب بدايا هدي عاد نقطه كلغيس يقاني اما عاد نقطه كلغيس فاهمي اما عاد نقطه كلغيس دك كوري تاس وحبا كما جرتو 12 قاد داتا اي وحاجه رس 12 قاد ورسول هذا ما وناكسن شاري لك راح لو سي بيج كي يوتيوب كان سبسكرايب يفلو على صو دو اي واد اوكتين هورت دلكا انا اسري وغري waxa walaba asiga hoostaga hadana waxad mooda asagu wuxuu helay inuu dadka dusha ka saado waan ninka ku fikiray inuu dad yiraado baha waxaan xaday ayaga hadaan leh kadibna adinkoo maqanayda id maxkamadeynaya kadibna maxkamaddu idinku waayi doonta fiir umad ilaahay wax ka qaylisiyo oo maalin walba media keena waa asag askarta raashinkooda wax gada waa asag hadana wuxuu rabaa inuu naga dhaadhiciyo ات اسقو حكومه او حدي ما ارغنو قف وحدي ولا لا هبل واد توب لكن امه الصوماليات اي ادونك حتى قالت اي مسلم كلون صوماليد اي نوعي اوغيين انه حاسس شقيه هي اباها مسوقه الصومالي انه والودوغي هي تاس افر سنه هره قف نول اسون جيرن ولا بركعي اي دمات حدنا لبا سنه واحد مودا وحري اني سن جيرن سوق لا دعي اسكول لا دعي مال والبطن جودو دن عقت لمرش ددكي حتى مغالده سنتر كيد انت لا قرري ميله كلو او دور ليري دست تن انغ نافعي سبا مغالده غودا لكن ادنكو وا ان مغاله كلا نوغا حساستان ميل ان حتى مغاله اهين سي اي مغاله نوغو نوقته لكن ماش حتى دغنتيين انغ نافعي سبا فير ماركه حتى ددكان لهي بها ان توغتي كيد من وايد محكمدين هنا كيد من وايد انكو واينينا وافلمانتي وحسن مسجدك كجرجر سرقالك وحدايو سرقالك كسرك ريا ماركا يا ميا وكلا في اساك ودا سر طليا قد اساك مكته هدر مركو هاد لا توساس ميكروف وخبط واسقل خلو عيا ها ولا حدي ولا قاضي لكن تطوع ليهن كوبات الا دمات سومالي تو كلبه مالي ما بلا امبا وحي وحادو wixii wax xaraasho wixii wax qaada waa asaga hadii markii oo madax meesh u sareeyay tuugya dadku way ku wada qasbin yihiin inay tuuga wada noqdaan ama lagu waayo ama lagu helo ama baxsadaan ama joogan sababtu waa taay hadii aad la saaxibtay ciyaal suuq abtoy diriska kuma nacday kuma mudoobay sidoo yahay ka dhiga maalina dadminaysa hal mar aad jiide qad qad iyo qad qad weynu taga maalin kale aad dadmine سيدي او صاحبك اهي بان نغنيسا هدي الله صاحبتو نين شيخ او علوما ادو سيك سيك سادو راعيسي ومرك الادامة بقولة تقيسي ومرك او حقرسان ادو بقيسانيسي شيخ عالم هاسكر نغنيسا وعمول الجيدة مرك الدد كسوامالي وحي وضا نغنان سيدا نغن كحون او حاس الشيخية سببتو ايه واندين شيخ او هدي توق ادلا صاحبتاني توق باد نغنيسا هداد شيخ لا صاحبتاني شيخ باد نغنيسا سوامال نهاري او ما مهدو حليلي diriska kuma cadday kuma madoobay kalarka laga ma bedeli karo macna hadaan laga ma dhigi karo madoona laga ma dhigi karo waa uun ilaahay laakiin sidoo yahay uu ka dhigi kara hab dhaqanka ama masaaidka qof u badanaa noqdo raq ama qof tuuganimada ku badan yahay isbaarada noo noqdo saaxibka raq marke marko asugu ninkaanu joogo waa la xaday waa la qaaday ee arkooy waa soo xiray raag galbeedka ku qancay aniga hoos iga soo qaad caawada marka bangiga la xiray ii soo dhaca saad ala jal macuur wuxuu yiri masuq masuq ma hanta masuq masuq wax leeyraa wiil mashruuc wax laga la dhaxbo laakiin tan wuxuu yiri tuugnima cadwa habeenki 8 saacadii furaan loo soo diibaa bangiga wuxuu ku jiraa noos qaada la leeyraa taas waa buucadnimo markii oo xasan joog waxa leeyraa waa la xaday
ولا دعي ولا قاضي ولا مصر ماسوق أسيج مرك ماله كوب حصده ولا إيه ماله كوب حصده مرك وهايو وحب أسوها اللي وينو تدك دوشة كسار لكن تدك على الربعين أيوة إزبري يا لنا إسرقان إن أفرسه قال له وخص ورخص وصار يسمع ليهم سدح دي بلا لصار دافي دولة الصومالي مكينة وحساب حلنا تاس أنا وقت جوابي إنه واحد سمين إن إن أنا هكنا وده شقيتي مركز أسوه مركز سيء وقال له وقلد وتدك أركتين وهر مري تدك أور ربعين وقال ده سوق حلته مط وهو حلاه لبعتن تو أو بنك كشقيني صو الصومالي عن سوحر كواحد مركز العقل السينا وحلله هي عففك خلاده ولا كوفا فيها إن دولة الصومالي سوق غبتي تو لكن نكان قالك وكهر يا واحد صدنا سردام بقوله وحلا جاي أبغى كوب بنجيد وشغال يا حسن شيخ إن أي أيقونة أي قال على صل عكس سيا أو بستيد من تب اللي قد بيبا حسن كتنا والله دري ببنك قدوم لكن أسوق هذا نقول حرفين وسكوت ضايو إنه مست قالوا بيصير هذا ويكل دوان تا مركز بناك كهذا اللي سيد يمرك مزد كده أحد اللي سعد أنا فيري وأنا كل يوم سكوت دين ولا أي قيام يعني فيري أخلو عمديس بناك إنه منين الله جاي أبغى ما في سيد دولته إلا ذاك الواحد له أما كوا حاور فافتو وقابلس لكن وين مست ككلا تاسو سمينا هذانا بلي كده مركز جوكت وحلا ليه مريكن كوكالا وراك سو صاروا يقولوا عيدنك كمان دوس كدان ما انو وهان تبا برني ساند دي انو تلا غلنا waxaa lagu iibiyo suuq waxaan sameey doonaa inaan hakino wixii aan sii jirnay ciidankaas xasan markaas asagoo rabay inuu hadana wili gaalada qaldo wuxuu leh waxaan soo xirnay amaan duulaha ciidamada danab iyo taliyaha saadka danab way xirin laakiin ma xirnay mar hore aba irida danba laga deeyba magaalada jooga laakiin kooxaha afka qalaad wax ku qoraa waxa la leeyahay faafiye warkaas in dawladdu talaabadaas qaad markay sid markay qof xukun ku dhacay oo tuuga oo Soomaaliya wax ka xaday ama qof tiir ku xiray oo wuxuu halay loo dilay laakiin waxa la soo saaraa waraaq ama war kale oo duuban oo bulshada adduunka lagu jaawareeriyo laakiin waxa la rabaa hadii ayna Xasan lagu hadal galay inuu asagu uu nahay qaacinka koobaad in la arko dad xukun adag oo sanadyo dheer ugu dhacay waxay halayeen oo asagu u birkaya laakiin wuxuu isku dayaa inuu anagana masjidka naga jaawareeriyo oo been naga soo dhax sheegay masjid Ilaahay oo cibaadada loo tago wacdin uma taga muhaadaran uma taga kitaabana kama akhriyo imaam iyo muadana kama ah kaliya waxay ka tahay madaxweyni masjid uu ku jiraa been ma sheegay laakiin uu been sheegay waxa ogtahay maalin walba mashruuc baa la dhacaa ama naag baa qeylinayso oo dhahaysa cagaf baana la geliyay ama isbitaalana laga dumiyay ama suuq boqolna been isla ma sheegtay dadku ma wada indho een halka markay marayso waxa la rabaa markay in tuuga badan la soo qabto waa hadii waxa sanadiif yahay laakiin asoo markoo nadiif ahay cidna kuma dhigi karo waxaysan ahay waxa dhacayso hadii adiga aad qof dirsato oo u dirsato inuu wax ku soo halleeyo wixii uu helay qofkaas adiga dirta marka loo qabto waxaad ku qasbantahay inaad arintaas si kale u dhaqda hadii kale hadduu maxkamada marka la isla taga adiga kugu imaanaysa qaada iyo qariye iyo group wada shaqeyn noqonaysa waa mid keenaysa marka in koofiyo kale la yiraado baxso kidibna aadan ku saareyna waxa ay beesh caalamku nagu tabayso aan adiga dusha ka saareyna markii la iloobo oo sanad 5 bilood ama ay ka soo wareegtay 7 bilood maxkamaddu waxay soo saareysa in waxba lagu guwa shabti iyo ragal beed culayskoodina waa naga dhac laakiin hadii ay dhabtahay ninka goof la yiraahdo tuug yahay waxa dhici lahayd markii xukun lagu rido oo adduunka laga codsado in nala soo qabto in sidii u socoto ay asiga xasan lagu hal soo gasho oo sheekadii salaad cali jeelo ahayd habin hebel xasan sheekh maxamed wuxuu soo wacay taleefankayga wuxuu nii dhiibay furaha bangiga wuxuu niga codsaday lacagta inaan soo qaado anuu ka lagay macnuhu waa isla qaadna koolkiisi iyo recording codkii la duubayna waa kan inay timaada laga yaaba markaa ninkan markaa dal iyo dad kama dambeeyna waa asaga ninka qaybiyaha kala diraha wadanka dal iyo dad kama dambeeya barakiciye abaar ku ride xamaare guriyo dunshow anagu markaa ma rabno ujeedooyin ay dadliihin iyo warbaahin loo sameeyo wixii la rabo in dadka looga sheego in lagu jaawareeyo laakiin waxaanu baahanahay aragti taas ka duwan inaan yeelano eh waxa la sheegayo ama qaacinimada oo masaajidka la galay madaxweynuhu ma saxba oo ma waxa jirta qaacimin wadanka dhacay madaxweynuhu una dhabka ahayn ma sawa qaadiya qari iyo filan la jiray loo isku wada ogyahay filimaanta la jiray dhalada marka daawato hadii marka banaanka ku soo baxdo la dimiyo shalaamada wixii aad filanka gudaha ku soo aragto aad banaanka ku sameeyso macquul ma haddii sar iska soo tuurto macquul ma laakiin shalaamada waxaad ku soo aragtay sar la iska soo tuuraa filan ay tahay laakiin haddii samaysay ayuu ficil qab qorto waa kuma qanta waxa rabaa markaa dadka Soomaalida ay ku kadsoomin boqolka idaacadood ee Muqdisho ku taalo ee lacagaha la siiyo ee ku hadlo afka
dadku u jeedooyinka laakiin dadku waa in aragti mid la sheega ka duwan yahay shaqada.